منها جاي شيء. شوف الذكاء، شوف الذكاء عبود، عبود شوف الذكاء لون علاج، شوف الذكاء بشال ريوست الصدام، الصدام متعلق بالدرج. ايوه ابوي ليش في السياره كذا؟ انا اموت، حياتي انت، مسيرتي المهنيه حياتي انت، ابوي لازم يجيب سياره مصدومه. ايوه يعني قال لي اطلع يعني حدي 6 ريالات وانا وجهت غربت ومحط لك 40 ريال وتمشى ومر القرابه ولم يشوفوا اني اسوق ورايوس وراح اجيب اخواني والله زين ما خليتهم هناك راح اجيب بس بدون تمشي بس بدون صدام اي بدون صدام تمشي يا رجل اجي اقرب وانزل واختها تحت الدرج اخواني راح كمل حياتهم انا حياتي وقفت شوف حياتي شوف عبود حياتي شوف حياتي حياتي كامله واقف اقسم بيت الله يا رجال تعرف او ما تدخل مع باب داخلي درج ياخذك فوق تحت الدرج ملبت تحت الدرج ملبت انا ميت ميت بس يعني وش اقول قبل لا اموت ولا دول ولا بيبدعبي بيبدعبي لان قال حدك 6 ريال وارجع وصاني والله 6 ريال أبشر. أبشر. اروح اركب السياره واقربها شوي يعني في واحد صادمه شوف 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 المخ شوف المخ شوف الكوارث يعني في واحد صادم سياره من ورا والسياره تقدمت وصدمت الباب دعاميه ما في الذكاء اللي الله يحرمنا منه يا ولد الله يحرمنا منه ولا يجيبه من ورا السيارة وكالة السيارة من ورا من قدام لا تنش من قدام مقصوص نص رايح متابع معبوضة واحد عابها وماشي والله شو الوضع ترى دخلت والله ما ادري صمت صمت يدوب موت هذا موت والله ما ندري يمكن احد صادم قريب الاجدار ما في احد يجي يصدم يدخل كذا بممر يخمش سياره ياخذ صدام ينحاش ما في ما في بالعالم كله بالعالم كله ما في كذا والله اول يوم عاد الامور تمام ثاني يوم قال ولدي والله ادري انك تصدم زبد 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 طشر الدنيا وانا افطر انا نمت على ان الوضع يعني مش ما طلع ما مش اعترفت الصحي قلت له رحت مريت ابو عمر العذر السموح قال الامور طيبه ولدي بس توقع بس الشاهد بالامر والله يا هالذكريات الجميله اللي الله لا يعيدها ها يا انا حق ما في ضغط الدم سالب بنص ريال تحت تحت مو درجه نص تحت تحت عادل عادل سالب ريال يصلوا يصلوا هذا كنت متيسر كنت متيسر علاوي قتل قتلتني علاوي عطنا عطنا عن سالفة قتلتني طيب هذا الطريق والله ما والله استغفر اليوم هي صار له صار له صار له يمكن ثلاث أسابيع كنت ماشي من دير لديرة حلو عدس يقول اليوم كثر عدس فلص فلص عاد عاد تاجر لا والله والله اليوم هو يوم الأمس اليوم الأمس ما عليك عدس اليوم الأمس أمس عدس أمس ناس ثلاث أربعة أربعة من العيال يبون يصلون والطبلون بعيد يشغلون لمبات المصلى بعيد طبلون دخلوا في الظلمة اسمع ايش صار هذا حاضرها هذا مو ضمن اللي عاجزين لا لا كان متيسر من ديرة لديرة لا 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 انا في السالفة ذي اه تكفى عطنا عطنا تكفى بدون ذكر اسامي بدون ذكر اسامي
بدي ذكرى سامي. اي بس ما لهم هم قايمين طبلون بعيد. المهم مسافر من ديره لديره باين باين جد. امر عطى السالفه اسالك بالله امر لك السالفه اللي صارت بمصلى اليوم. اليوم الفجر عدس كثير عدس كثير عادي شوفوه بعد روح عادي يا رجال والله الزبده. دخلت صليت حلو طلعت باين العيال اللي دايخين ما هم مستوعبين توم جيمين بالظلمه توم جيمين من النوم بالظلم بالظلام الدامس ها يبون يصلون يقبل واحد من الشباب قال طبعا الامام يقرا فاتح يقول يصلون يقرا فاتح يقرا الفاتحه يعني وين وين يتسوق يعني يقرا الفاتحه اي صلي روح روح صل باين اللي متردد انه يدخل وظلمه وكذا والنور خاف يجي اللي بعده ما سالني يصلون الحمد لله اشكال قال في جماعه في جماعه قلت له روح روح يمديك يمديك تلحق على الركعه الثانيه كان راكع برا وساجد والله لبس الجزمه اموري تمام لبس الجزمه والتفت على المسجد الاثنين قدام واثنين ورا يصلون العيال ما يشوفون كلهم الاربعه ضايعين الاربعه شوف ها شوف 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 اسلم انا ما شفت ان الامام جنب احد اثنين اثنين يصلون اثنين يصلون شوف اثنين يصلون جيت انا ايه اجل امس اثنين قدام اسمع اسمع جيت انا جنب الثالث منه يمين تبي تصلي بس جاني مره ام شفت له الامام في النص بيننا وانا ارجع خوينا ونصلي ورا فيصل عرجاني وين قدام يسار الامام يصلي الله اكبر لا لا امس عندك شرحه 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 لا لا صفه صفه ايوه صفه البس الجزمه انتم كرامه كريم الجزء الثاني كذا رفع عينك اثنين قدام اثنين ورا روح روح طاف ما ركب ولا كيف روح والله تقلب ديدسن روح 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 القلب القلب داعي لكم روح كيف الركوع ها ماشي اربعه كذا ايش